الخير يا حبيبي. نتكلم اليوم على بزاف امور تخص الجزائر. راح نجاوب الساعه هذه ماريا جو سي با اذا راهي مراه ولا رجل. وين تقول لي الاستاذ انت ما فهمتش؟ اقول لي ما يصحش واحد من الجزائر مريض يصدق الله يغفر له. انت تتكلم وتتهمني بحاجه اخرى تثبت عقلك. هدر الحق. احنا نحترم كل الناس يا الاخت ماريا ولا الاخ ماريا. انا ما نتهمك ما والو. انت مديتي رايك ولا انت مديت رايك وانا نحترمه. بصح مانيش معاك في راك تقولي فيه باسكو راك تقولي بلي شهر الكريم وما نعرفوهاش
وهذا الناس لازم تصوم وهكذا تكتب هنا تقول لي لازم يحترمونا احنا الجزائر هي مسلمه ولا حلول محل الناس كم ديجا كي تقولي الجزائر مسلمه هي الاخت انا نزيد نطلب منك حاجه راه ما كانش بلاد مسلمه وبلاد ماهيش مسلمه لازمك تدخليها في عقلك هذه اذا ما تحبش تدخليها في عقلك هذه حاجتك راه الشخص هو اللي قادر يكون مسلم ولا ماهوش مسلم يكون مسيحي ولا يكون يهودي يكون مؤمن ولا غير مؤمن هذا راه الانسان البلاد ما عندهاش الدين ما تفهميش يا مدام ولا انت يا سي محمد هذا ماريا يا فاهم نفهم نهضرك بالفرنسي الوغ لو بيي نا با دو ريليجيون سي لتر هومان كي سونسي اي بو اتر مسلمان il peut être chrétien il peut être juif il peut avoir une autre religion il peut avoir une autre confession mais le pays non c'est l'être humain qui décide باش انا توتات الشاويت ها الناس اللي ما تفهمش يقولوا لي نهضر لهم بالشاويه بالقبائليه بالتركيه راني نفهم فيكم ونقول لكم البلاد راهي ما عندهاش الدين الجزائر ما تصلي ما تصوم تنجموا تقولي بلي حنايا الاكثريه المسلمين اكثريه بصح علينا نحترموا الاقليه نحترموا الاقليه الاقليه ما تحبش تصوم ما تدبريش عليهم انت اش يحترموك كذا فاش يحترموك واحد يدخل ريستورون ياكل تقول له احترمني لا سبك كوني شوي عاقله ولا كون شوي عاقله هذه ماريا هذه ولا ما على باليش الانسان ياكل رمضان بينه وبين ربي انت ما تدخلكش فيه ولا انت ما تدخلش فيه ولا انا ما ندخلش فيه خلينا من هذه الحكايه تاع الجحا هذه واش من يحترموك واش يحترموا فيك واش يحترموا فيك كي ما يحبش يصوم تسالي له ما يحب يدخل الريستورون ياكل تمنعيه انت يمشي وياكل في كاسكروت زحية تالي له سبحان الله العظيم دبر راسو يا اخويا يا اختي ولا يا خويا دبر راسو فهمي حاجه دبر راسو الجزائر ماهيش مسلمه الجزائر بلد كيما البلدان كل فيها المسلمين فيها المسيحيين فيها اللي ما يمنوش فيها اللي يصوم فيها اللي ما يصومش هذه هي الجزائر ما كاينش منها هذه الجزائر مسلمه ما كاينش منها وحتى السيد كيما قلت ما عرفت شكون هو اللي يقول لي من باديس قال الجزائر مسلمه والعروبه تنتسب ولا ما على باليش هذه راهي غلطه لازم تصحوا لرواحكم الجزائر ما هي مسلمه وما تنتسبش والشعب الجزائري ما ينتسبش للعرب اللي يحب ينتسب للعرب هذا شغله هذا شغله مهنا احنا عندنا اصلنا احنا ما ننتسبوا حتى لواحد ما تغلطوش يا ناس انتوا تحكموا على الناس كل ولا الله يا سيدي كيفاش انت نجي انا نقول لكم انا شعب الجزائر مسيحي دوك كنضربوا نهضر انا باسم الجزائريين الجزائريين فيهم المسيح وفيهم المسلمين والغير المسلم والملحد وروح وروح والاكثريه مسلمه دركا مسح الاكثريه انا نقولها لكم من درك واتحدى الانسان اللي قالوا له خير واش تحب تكون مسلم ولا تكون مسيحي انت اتحداكم واحد لا قالوا له كل واحد يجي على باباه على امه يلقى امه مسلم باباه مسلم يتبع في لا ما سيتو وكانوا اخرين ما تبروش بقاو ملحدين وكانوا اخرين خرجوا من على جاتكم انتم خرجوا من الاسلام هذا خاطرش تقتلوا في الناس وتذبحوا في الناس باسم الاسلام الناس هربت من الاسلام نتاعكم هذا ما هربتش من الاسلام تاع ربي هربت من الاسلام نتاعكم انتم فهمتيني دوكا ولا نزيد نعاود لك ما نعرفش شكون اللي زاد بعث لي الويد وما نعرف اذا نجمت نشوف كاش ممكن اخرين اللي شو سي با الناس كنت تكتبوا لي قويت وهم على بالي شكون اللي زاد تكتب لي الوغ 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 انا هضرت وفهمت انا ما نتهمك ما نلوم عليك ما والو انا نحتارم واش تقولي باش انا ما نوافقش وحده تقول لي ولا واحد يقول لي شعب الجزائر مسلمون او مي راك في غلطك ولا واش بيك شعب الجزائر مسلم وشعب الجزائر مسيحي ويهودي وكاين فيه اللي ما يمنش وكاين فيه
عند الديانات والناس ما تبينش سيتو. هذه هي. ولا الجزائر بلد مسلم؟ واش الغبال تاعكم هذا؟ واش الجزائر بلد مسلم؟ ليش بلد مسلم؟ خلاص الجزائر ما تصلي ما تصوم، هذا بلد كي البلدان الكل. موسى شعبان ميرسي بوكو مون فرير. كيف بوزيون قناة كروعة، ميرسي بوكو يعطيك الصحة يا خويا. ألوغ وحوش les arabes algériens les plus racistes de la planète, je préfère les vrais Quraysh et les arabes algériens. هذا لو اس اس، هذا او اس اس والله ما تقسم وتبقى عربيه مسلمه الى يوم الدين، قسما عظما لا تبقى عربيه مسلمه ليوم الدين، جدها الكنايه، قسما عظما طروفوا لا تبقى الجزائر مسلمه عربيه ليوم الدين، غير تفرى في واش يقولوا في السنين الجايه. الجزائر بكلها أمازيغية وماهيش مسلمة، تبقى فيها المسلمين ويبقوا فيها الكريتيان ويبقوا فيها اليهود ويبقوا فيها الناس كل، هذه نعطيها لك من رسمي، وإذا ماهوش كذا راح تقسم على ألف طرف، وأنا نقولها لك من درك، أنا نعطيها لك من درك باش نفهموا مليح. قول على روحك أنت هذا تاع لو أساس تاع الصيف هذا، تبقى اليوم الدين عربية بالحرام لا تبقاها عربية، اللي يحب واش يقولوا العربي يروح لهم لبلادهم، هنا الجزائر ماهيش عربية نهائيا. اللي يحب يقول أنا عربي هذه حاجته، يروح لبلادهم، يروحوا للسعودية، السعودية خير من الجزائر، روحوا لليمن، اليمن خير من الجزائر. ثم خلاوكم مالكم اللي جابوكم من 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 كيما اسمه من البنسيو العرب، جابوكم من الارض نتاع الامازيغ وحبيتوا تعربوا الامازيغ، انتم بيفوزات مالاد. انا نقولها لك، انت راك تقول والله ما تقسم، انا نقول لك قسما بالله غير تبقى الجزائر امازيغيه وعيد الديانات اليوم الدين، ونقولها لك انا وجايين الوقت وين ربي يحيينا ونذكرك فيها وبالذرع. انت مريض انت على روحك انت يا خويا، اذا عربي نحترمك، مسرح بلادك يا اخي، الجزائر ماشي بلادك، سامحني، انت عندك لا ناسيوناليتي الجيريان، هذه عندك، بصح ماشي جزائري دوريجين، الجزائريين دوريجين هما الامازيغ، حبيت ولا كرهت، فوالا. هذا عدنان مسعوداني يقول لي الشاويه راح تصرى لهم مع القبائل كيما صرات اليهود الفاحل. شوف، حنا الشاويه حنا قبائل، واش يديروا القبائل حنا معاه من الاخر، واش يديروا القبائل حنا معاهم، ما تجيوش تلعبونا اللعبات هذيك، خلاص تصرنا ولا ما تصرناش، حنا هما الشاويه حنا هما القبائل، اي فيس فيرسا باش يكون في علمك، حنا هما الشاويه وحنا هما القبائل، تخلقش روحك، وقبل ما تهضر على قبائلي اهضر على الشاويه، فوالا باش نعطيها لكم من الاخر. هذو هما بون دوكا راح نروح للموضوع اللي حبيت نتكلم عليه. شفتوا اليوم واش صرا في البليده ما بين لي سيبورتور تاع الفريق الوطني اللي جاو يديو بيي والشرطه، يا اخي شفتوا واش صرا؟ وانا نحيي الشرطه ونحيي الدرك الوطني ونحيي كل القوات الامنيه بالعدة اسلاك، لا جوندارموري، لا بوليس، العسكر، الغارد كومينال، لي غارد كومينو، كيما اسمهم، وين كانوا امنيين كامل، تحيه كبيره 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 اليكم يا اسود الجزائر. الشيء اللي صرا اليوم ما بين لابوليس وما بين لي سيبورتير، شكون هو اللي تحمل مسؤوليته؟ هما هاد الناس اللي عياو يسيروا الجزائر، واللي قلنا لهم يا ناس يرحم والديكم، يا ولدي روحوا خطاونا، يا ولدي روحوا خطاونا، نعلو الشيطان، روحوا خطاو الجزائر، خليوها ترونكيل، راكم هلكتوا البلاد، راكم هلكتوا البلاد، يرحم والديكم، ما نجمتوش تسيروا البلاد، ما قدرتوش تسيروا البلاد، يا روحوا يا سيدي محمد، يا روحوا خليو الجزائر يا سيدي.
نتوما الدقيق بالبونيه تكلم ولا بوليس مساكن تجري في الاصطاد، البونيه تكلم ولا بوليس تجري، الماء البونيه تكلم ولا بوليس تجري، لا 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 الحليب ما كانش ولا بوليس تجري. يا ولدي نعلو الشيطان، يا ولدي نعلو الشيطان، روحوا خليو البلاد ترونكيل. على عليكم هذا بوركوا؟ علاش هلكتوا البلاد كيما هكا؟ علاش علاش هذه بيي عيتو تنظموا تبيعوا دي بيي يا خوتي؟ ما صراتش حتى عند الكحالش، عند لي زافريكا ما صراتش، ما صراتش. علاه عليكم هالمنكر هذا؟ علاش علاش عيتو تسيروا البلاد؟ علاش كاش ما بقى واحد درك يبيع البيي في الكيشي؟ درك رجعتونا للستينات والسبعينات ومنا عند 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 لي زافريكا في البلاد تاع الكحالش. اليوم البيي الكترونيك، البيي الكترونيك. سيادكم ولاد عيسى، سيادكم القور، سيادكم اليهود داروا لكم الانترنت، داروا لكم البيي با الكترونيك. ما عادش ما عادش البيي هذيك هاك، دوك البيي نتاعك تجبدها وحدك، تجبدها وحدك يا محمد. علاه ما تنجموش ديروا كيما البلاد الافريكان؟ ما تنجموش ولا بقيتوا عرت الناس انتوما؟ دين الله بقيتوا عرت الناس. علاش هذا الدحس كامل هذا والناس تضرب العصا؟ واحد يجي يبيي تضرب العصا يا من هاك يا منكر؟ وعلاش توصلوا الشرطه مساكن هذا الشيء هذا؟ وعلاه وعلاه عليكم؟ وعلاش وعلاش عليكم؟ وقيل ديروا كيما هكا باش تسرقوا. انا يبالي، انا والله يبالي ديروا كيما هكا بالعاني باش تسرقوا. يا سيدي كاين بي الكترونيك، يا سيدي نديروا لافون دي بي باغ انترنت. خلاص جاب بي ولا ما جابش، كي يوصل للسطاد يلقى اسمه محطوط، يجي معند سيت كاين له يمد البطاقه نتاعو نو برينو، يلقى النيميرو نتاعو هو كيجي معند، حتى النيميرو تاع لا بلاص والنيميرو تاع منا، ويسلك باغ انترنت وكلش باغ انترنت. ما يروح للسطاد، ما يضرب، ما يجيب، ما يهز تيكي، ما والو. وممنوع تيكي نتاع مسيو منص فريضه يخش فيه، منص فريضه ما فيهاش يمدو لخوه، لو كان يجيبه خوه ما يدخلش. هادو هما اللي راكل اللي خرجوا دوكا الصحاح، ما عادش راكم تشوفوا لي بيي دوكا نتاع الطياره ولا شي دي بيي الكترونيك. تحب تخرجوا من الانترنت تخرجوا باش توصل تسهل لهم الامور، ما تحبش تروح ديريكتومون الطياره تلقى اسمك موجود لومباركمون، تلقى فلان بن فلان تمد لك الباسبور تاعك والاخر تاعك تركب نورمال. سي دي بيي الكترونيك، عيدوا ديروا دي بيي الكترونيك. والله غير حشومه عليكم، والله غير حشومه عليكم. يجيبوا سيادكم لي فرونسي يا سيدي، عيطوا لهم سلكوهم يديروا لكم السيستم، عيطوا لهم مش عيب، مش عيب يا سيدي. عيطوا للبلج، عيطوا عيطوا لزافريكان سيدي، عيطوا عيطوا لزافريكان يجيو يديروا لكم. يا علاش توصلوا هكا الامنيين مساكن يضلوا يتقابضوا مع الشعب؟ علاش في كل بلاصه؟ علاه عليكم؟ علاش شو الصراع الدقيق؟ شفتوا واش راهو صاري على الحليب؟ مازال تجي دوك تجي الازمه نتاع السيوله هذه ولا ما عرفش كي يعيطوها نتاع الاخر نتاع كي يجي رمضان يخدي ما ديروا. علاه عليكم المنكر هذا؟ علاه؟ يا قلنا لكم ما نجبدوش تسيروا البلاد، يروحوا خليوها عيب عليكم، خليو البلاد ترونكيل. كاين شكون يجي يسيرها؟ خليو البلاد ترونكيل، عيب عليكم. انتوما جايين هنا تبزنس ولي بالعمره وما نعرف واش بالعمره والعمره والعمره، تمسخوا بالشعب لقيتوه راكد مسكين الشعب، لقيتو الشعب مرضتو رحتو خدمتو له عقليتو مسكين، رجعتوهم كل دواعش يجريو غير وقتها يروح للسعوديه يدي الصور للسيادو ليزامريكا ويديهم السيادو كيف اسمو اليهود يديهم الصور نتاعو ويروح يضرب يضرب الحيط هذاك نتاع اللي داروه ليزامريكا، يقول لك هاو الشيطان. هو الشيطان اكبر شواطن انتوهما، اكبر شواطن في العالم انتوهما، اكبر جهلاء في العالم انتوهما. ورجعتوا الشعب كامل جهل، رجعتوا الشعب الجزائري كامل جهل بمساب الرجل، رايحين يهز الطياره يخسر الملاير، ورايح يديهم لسيادو باش يهز يعطيو له الحجر سبع حجر ويضرب الحيط اللي داروه له سيادو ليزامريكان، وهم يهزوا الباكي نتاع الدراهم يديهم يصرفوهم على 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 شعبهم وعلى يعيشوا لا بلدي، يعيش ولا بلدي. وانتم استناو كتاش تحشوا تموتوا وتروحوا تلقاو حور العين لهيت، وانتم تلقاو عزرين يعطيكم بالعصا على لسانكم، هذا واش تلقاو؟ هذا اذا لقيتو
هاد الحالة هادي، عيدوا تسيروا البلاد هادي ربي يصبغ، راح تكفروا الإنسان. إذا ماتش براسه، إذا تروحوا كاش ما تشريوا زيت ولا دقيق براسه، وإذا يا ابن عمي وشي هذا؟ في المالي والله ما هوك، في غزة اللي راهي مستعمرة من طرف اليهود والله ما هي هيك. وما تحشموش وما تحشموش وما زلتوا حاكمين البلايص ورانا نسيروا ورانا منا، وعلاه ديروا هكا الشعب؟ علاه ما تخافوش ربي، ما تخافوش ربي. اليوم الناس راح تجيب ليبيي ياخذوا بالضرب بلا كاين حتى دي بليسي، وعلاه عليكم هذا؟ علاش؟ والله وكيلكم ربي، هذا ما نقول لكم اشياء، والله غير وكيلكم ربي، يخرج فيكم ربي بالواحد. يا سيدي يخلي يا خويا الاستقاله نتاعك وانت رحت اخويا وقعد في دارك يا صاحبي، ما قدرتش تسير ابن عمي، ما قدرتوش تسيرو. بداها من وزير التجاره، هذا وزير الهم، وجه الهم هذا اللي هلك البلاد ومازال يهدر ومازال يتكلم ويروح يحلف في نغب ونغب. سبحان الله العظيم، دي بي عيدو ديرو دي بي الكترونيك بالني بيغوت على بلاص بكلش، تريبون فيها 40,000 ولا 30,000 عيدو ديروها. يوم الناس يبيعوا 90,000، هاي 90,000 فرنسا دارت كوت ديفوار، لعبوا مع فرنسا في لاكودي في مارسي، 90,000 باعوهم في مارسي بي الكترونيك. ما تروح ما تبحث ما والو، دير لا كوموند نتاعك الكترونيك، تسلك البي نتاعك تلقاه موجود، توصل تلقاه منصفر اذا تجي خش، توصل تلقى ما كانش يجيب واحد بي باسم منصفر اذا ما يدخلش، والله لو كان يبقاو اصطاد فارغ. هذا هو القانون، ما يكون فيها لا سبيكيلاسيون. دوكا رحتو هذو اللي جراحهم ساكن كامل راحوا يشريو ويسبيكيليو باش يشري واحد كات بي ولا ساك ولا من راح يعاود لهم السوق. هذا هو اللي واش بيهم هما، ويزيدوا يحلوا البيبان على الساعة نتاع الصباح للناس مساكن، يجيو الناس مساكن يبقاو على الأعصاب. ايماجينون الماتش على 8 ولا على 9 ولا على ما على باليش ولا على 6 نتاع العشية، ويدخلوا الناس على الساعة نتاع الصباح وهما قاعدين في الصطاد ويغنيو ويشطحوا هاي 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 ها. وكي تخش الفريق الوطني اللي باش لازم له لونكوراجمون يلقاو روحهم غلبانين. شفتوا كيف الحاله؟ يشطر يتحل اون اوغ دو طون يا ناس، عيب عليكم، يتحل اون اوغ ولا دو زوغ دو طون افون الماتش، وتحلوا البيبان بزاف، ما تخليش انا فرد باب اسي محمد. يعني عيطوا تسيروا انتوما يا ابن عمي، يعيطوا لسيادكم يجيو ينعتوكم بالدراهم، سلكوهم ينعتوكم، يدير لكم بروسيدور كيفاش تدخلوا الناس للصطاد وكيفاش تخرجوهم وكيفاش تشريو البي الكترونيك، يقعدوا معاكم سمانتين ولا ثلاثه ينعتوا لكم وخلاص وخلصوهم وخلاص. علاه توصلوا الناس مساكن يروحوا يضربوا بالعصا مساكن؟ علاه علاه عليكم هذا الشيء هذا؟ علاه؟ وتقولوا حنا دوله، وتقولوا حنا الحمد لله حنا دوله، نتاع واش الدوله هذه نتاع الريح هذه؟ سبحان الله العلي العظيم. ماتش ما نجمتوش تسقموه، ماتش ما خدرتوش تبيعوا دي بي الكتروني كيما الناس الكل، ما يروح الواحد ما والو، يقعد في قد يدخل السباق ولا وحده وحده بالبورتابل تاع واحد وحده يعمر حتى عنده ولا يسلك حتى كيما قال واحد وخلاص. نورمال. سبحان الله. على كل حال هذه هي الجزائر كما قال واحد الغال، الجزائر صابها ربي بهذ الناس هذو، صابها ربي بهذ الناس هذو اللي كما قال. حتى الاحزاب يا ناس باقين هما حاكمين في الكرسي، لا يطير حاكمين، والله غير عيب عليكم، والله غير عيب عليكم، والله غير، والله غير. لو كان انا في بلاصكم والله 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 ما نجم نقابل وجهي للناس. رئيس حزب عنده 50 سنه هو رئيس حزب، ما حبش يتنحى خلاص. سبحان الله العلي العظيم. إصبع
حبيبي انت اللي من الدنيا نسيتي يا حبيبي يا نسيبي يا أسوأ نوح بنا.